السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليك وتحياتي الناس اللي مشتركة معاك هنا، تحياتي جميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع، رب تكونوا بخير واعلامكم جيد. جديد طبعا النهاردة يا جماعة، بقالنا كتير جدا الفيديوهات القديمة اللي كنا بننزلها اللي هي كنا مصورينها في رمضان وكده، الحمد لله خلصت بس زي ما انتم شايفين بقى الكلاب بتاعتي اهي، وادي ويندا هتمشي يوم الجمعة ان شاء الله بأمر الله. ويندا ايه الحمد لله بحق ربنا بتتمتع بصحة جيدة. ويندا تعالي يعني خدي ويندا، تعالي خدي يا ويندا، تعالي شطرة شطرة، تعالي شطرة 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 ويندا، شنطر شطرة شطرة ويندا. بس يا سوس كعيم خشوا جوه، يلا كله خشوا جوه، يلا خشوا جوه. عايزين نتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، وهو موضوع ان الناس خشوا جوه يلا، موضوع ان الناس بتسرق افكار الناس. كلاب البحيره ابو بنوره اللي عامل فيها تاجر السعاده بيسرق افكار الناس وبيسرق افكارنا وبيسرق شغلنا وبيسرق علاجاتنا، عيني عينك كده. بس المشكله اللي هو بيعملها تحت السلم، بينشرها على المنتدى. ليه؟ لان طبعا ما عندوش القدره والعين اللي هو يقدر يواجه الطبيعه ويواجه نفسه قبل ما يواجه الطبيعه ويواجه البشر اللي هو صاحب الفكره وصاحب العلاج وصاحب الافكار. انما هو بيقولها على المنتدى اللي هو تحت السلم، اللي هو ناس قليله اللي هي بتشوف الايه؟ اللي الصور والحاجات اللي هو المنشات اللي هو بيعملها على المنتدى، تمام؟ على اليوتيوب وعلى القناه عنده وعلى القنوات بتاعته. طبعا انا مبسوط جدا جدا جدا، يعني مش عايز اقول لكم انا في كميه السعاده. ليه؟ لان طبعا قناه بتعد من اللي هي القنوات صاحبه المشتركين الكتار او الكبار او اللي يعني من بتصنف في اليوتيوب، اللي هي قناه بتعد بالمشتركات بالملايين. طبعا لما قناه زي دي بتتابعك وبتتابع شغلك يبقى هي كده ما وراهاش الا لما اي فيديو احنا بننزله وبتشوفنا احنا بنعمل ايه، علشان بتكتسب مننا خبرات. طبعا ده يحسب لنا الحمد لله بفضل ربنا، ومش القناه دي لوحدها، الحمد لله بفضل ربنا اكتر جميع القنوات على اليوتيوب والسوشيال ميديا بيتابعونا، وده فخر لينا. بس في ناس لما بتاخد المعلومه مننا بتنسبها لنا، وفي ناس بتاخد المعلومات والعلاجات وشغلنا حبه تنسبها لنفسهم، زي ابو بنوره كده بينزل على المنتدى العلاجات بتاعتنا اللي هي النانوسوكسيد والدكتو ماكس. النانوسوكسيد ده اللي هو بدل الانتينال والفلاجين والامبريازول، تمام؟ طبعا النانوسوكسيد ده الحمد لله بفضل ربنا احنا، والدكلوفين والدكتوماكس، كل العلاجات دي احنا بفضل ربنا اول ناس على السوشيال ميديا تشتغل بيها. الدكلوفين حقن، تمام؟ والدولفين اللي هو اللبوس او الاقراص، كل ده يا جماعه احنا اول ناس بفضل ربنا نشتغل بيه، والحمد لله بفضل ربنا موجود على القناه بلساننا ومظهرنا اللي احنا اول ناس شغالين بيه من سنين، مش من شهور ولا شهر ولا من سنين السنين، تمام؟ طبعا هو كان بيشتغل بالانتينال والفلاجين. من امتى انت يا ابو بنوره بتشتغل بالنانوسوكسيد شرب وكل شهر 10 سنتي 10 سنتي؟ انت مش عارف اصلا ده ايه ولا بتاع ايه ولا علاج ايه، وبتقول للناس ابعتوا لي يدعوا لك على ايه؟ مش المفروض تنسب المعلومة لأصحاب الخبرة اللي هو إحنا؟ مش أنا بقول لك مشاكلك كتير وحواراتك أكتر، تمام؟ ده كده بداية عوامل الصعود، اللي أنت ما عندكش حاجة، أنت كنت أفيل وديكساميثازول وأفوماك وكوتيفان، فاكر الكوتيفان والبرمبران؟ فاكر هما دول بتوعك، هو ده بتوعك، ده شغلك. الافوماك للحشرات بقيت تدي دكتوماكس دلوقتي من ساعه ما احنا ظهرنا على السوشيال ميديا وقلنا ندي دكتوماكس. والدكتوماكس عشان تبقى فاهم يا جاهل، الدكتوماكس ده في العضل،
مش تحت الجلد، تمام كده يا باشا؟ والنمس جسيد منه شرب ومنه كبسول لو انت ما تعرفش. والنمس جسيد لازم يشتغل لمدة 7 ايام عشان يظبط لك الاداء بتاعك، تمام؟ انت ما تعرفش كل المعلومات دي، ما تعرفش كل المواد الفعالة دي كلها، انت بس حابب اللي انت تظهر للناس اللي انت فاهم، وانت مش فاهم والله اي حاجة في اي حاجة. انت افيلو ديكسم ميثازول بس، كنت بتدي كل يوم افيلو ديكسم ميثازول لمدة 3 ايام. لما سمعت المعلومة بتاعتنا اللي احنا المفروض ندي لمدة 3 ايام ونريح يوم وندي 3 ايام تاني اي علاجات، بقيت تضحك على الناس وتضحك على نفسك، تقول لهم ايه دي افيلو ديكسم ميثازول يوم وريح يوم واشتغل يوم وريح يوم واشتغل يوم. ليه؟ لان احنا حرصنا من افيلو ديكسم ميثازول كتير، تمام؟ الافيل اللي الراجل اللي جه عندك السواق وسرقك، تمام؟ وكان بيخبي الادويه منك وعشان كان بيضرب منك الادويه دي الافيل، تمام؟ انت مشكلتك كده يعني، الناس انت عشان وحش الناس اللي شغاله معاك بتوحشك وبتضرب فيك مقالب، تمام؟ على العموم انا حابين نوه يا جماعه الحلقه دي، ادي ابو منوره اللي الناس طالعه بيه السما، ايه مشكلتك اللي انت طلعت والعبد الله ما كانش موجود، وطلعت وقنوات كتير ما جاتش موجوده برضه الصراحه، واحنا كنا بندعمك، انا كنت بدعمك من الناس، واحد من الناس كنا بندعمك، بس انت افتكرت بقى اللي احنا كنا لما بنيجي نقول لك ده بلاش وده بلاش وده بلاش، لما كنا بنجي لك ونقعد معاك انت افتكرت اللي ده احنا ما بنحبكش، انما لا، فيديوهاتنا القديمه وشغلنا القديم عندك من سنين السنين، من 7 سنين عندك، واحنا ناس واحنا كنا بندعمك. انا ابو مصطفى يا جماعه اللي كنت بدعم ابو بنوره، لو تفتكروا قضيه مينا في مشكله مينا، مينا موحد القطرين، تمام؟ لو انتوا تفتكروا يا جماعه، انا ابو مصطفى، انا ابو مصطفى يا جماعه اللي كنت بعمله المنظفات هديه مني المزرعه ليه، والجرادل بتاعتي لسه عنده في المزرعه. انا ابو مصطفى يا جماعه اللي جبت له الجهاز بتاع الراوتر بتاع النت، انا ابو مصطفى يا جماعه، انا ابو مصطفى اللي جايب له بدله التدريب، ده ابو مصطفى اللي بيكلمك، تمام؟ ده ابو مصطفى اللي هو بيوحش فيه دلوقتي، تمام كده يا جماعه؟ ده ابو مصطفى اللي كان اول ما هو عمل المزرعه بتاعته احنا كنا معاه ومتصورين معاه، ده ابو مصطفى. بس احنا عشان ما بنحبش التطبيل وبنحبش الزمامير وبنحبش اللف والدوران، هو قلق، هو افتكر بقى اللي احنا ايه وحشين، وعشان كده قلنا له ايه، ربنا يسهلك ويسهل لنا، وفتحنا قناه واشتغلنا واشتغلين بقى بما يرضي الله، ووش واحد وضمير واحد، هو ده ابو مصطفى يا جماعه، تمام؟ وكنا بنحامي عنه وبنحاجه عنه وكل حاجه، كله استفاد منه، كله استفاد منه. ليه؟ الحاشيه بتاعته كله استفاد منه، لانه كله كان بيطبل له على قفاه العبيط، تمام؟ وهو كان حابب ده عشان كان يوصل للدرع الذهبي بس، وبعد ما وصل للدرع الذهبي اللي هو عايزه ابتدى اللي هو يتركهم، تمام؟ وقدام بقى السوشيال ميديا والراي العام اللي هو بقى بيزورهم ومش عارف ايه، والعلاقه طيبه، انما هي العلاقه سودا عشان تبقوا فاهمين، دي حاجه. الحاجه الثانيه، حتى ابو نضاره الاقرع بتاعه اللي ماسك له الحسابات القانونيه والكلام ده كله، حتى برضه ما سلمش منه، برضه فتح قناه ومش عارف ايه واستفاد منه برضه، يعني هو استفاد منه برضه. ليه؟ لان هي كلها ايه، شغل تطبيق. احنا بقى علشان يا ولدان ماشيين بما يرضي الله، القناه بتاعتنا ايه؟ ماشيه واحده واحده، وانا الحمد لله بفضل ربنا راضي. ليه؟ لان السلعه القيمه الناس عليها بتيجي واحده واحده، انما السلعه الرخيصه تلاقي الدبان ملموم عليها والكلاب والقطط ملمومين عليها. انتوا يا جماعه الفرق؟ احنا الحمد لله بفضل ربنا، بفضل ربنا وبفضل دعواتكم معانا وفضل وقفكم معانا، احنا سلعه قيمه، شغل قيم. قليل قوي 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 لما بننزل فيديو بيكون مثلا نسبه الاستفاده منه قليله، انما الحمد لله بفضل ربنا 99% بننزل اي فيديوهات الاستفاده فيها 1000000%، مش 100%، وبنساعد جميع الناس لوجه الله، المعلومه ببلاش، عندنا المعلومه بتاعتنا ببلاش، انما علاجنا وشغلنا غالي، تمام كده يا جماعه؟ واي نعم ساعات بنخطئ، لان ايه؟ خير التوابين الخطايا، تمام كده يا باشا؟
يا ريت زي ما قلت لك لو انت عندك القدرة اللي انت تقدر تقول العلاجات دي بلسانك صوت وصورة وفايدتها ايه وبتشتغل ازاي، يا ريت تطلع تقول. انما مش هتقدر، مش هتقدر، لان ده شغل علاجاتنا، وطبعا كل ده مبين في الصورة. ادي العلاجات اللي هو بينزلها على المنتدى، دي العلاجات اللي احنا كنا شغالين بيها، ورجعوا الفيديوهات بتاعتنا القديمة من سنين احنا اللي شغالين بيها. طبعا احنا الحمد لله مفيش مقارنة، مفيش منافس، تمام. وتركاية كده من على طرف المعلقة، الكلب بتاعك المالينو مات بسبب اللي فيه كلب عضه، وانت حبيت تتفزلك وتخيط الجرح العض ده. طبعا العض بتاع الكلاب لبعضها ما بيتخيطش الا في حالة واحدة، في حالة واحدة، ودي بقى مني تركاية مني ليك. في حالة واحدة ايه؟ عشان تخيطه يا استاذ لازم تقطع وتوسع حوالين الجرح وتخيط وتشرط وبعد كده تخيط، عشان الجرح ما يعملش صديد زي ما هو عمل للكلب بتاعك صديد، ولازم تركب له محاليل لمدة 3 ايام. لو انت بقى بتقول للناس اللي الكلب بتاعك كان بيشتغل مع كوريا وبيبص على كوريا واتزنق في الحديد، انت بتقول عندك كاميرات، اثبت لنا بقى يا بتاع الكاميرات، وبتقول الكاميرات كلها في كل حتة، اثبت للناس واثبت لينا واثبت لنفسك اللي هو اتعور واتزنق من الحديد. بتهيألي كل تصويره عندك في الكاميرات، راجع الكاميرات ونزله على اليوتيوب، فهمتني؟ عشان تعرف اللي انا ليا عين عندك. والكلب البيتبول برضه اقول لك بقى ماتت ازاي؟ ماتت ازاي؟ المره الجايه. عشان تعرف برضه اللي انا عيني عندك. عيني والله عندك. انا الكاميرا العشرين والواحد والعشرين والمية، تمام؟ عشان تعرف انا بقول لك تلاشاني تلاشاني، علشان على ايه؟ علشانك مش علشان، تمام يا بابا النورة. واستخدم علاجاتنا يا باشا عادي، مفيش بيها مشكلة، بس انسبها لينا، انسب الفضل بعد ربنا لينا. وعاوز تشتغل بيها انزل علني يا باشا، وريني كده صوتك كده وسمعني صوتك، انزل علني، ما تنزلش في المستخبيني، تمام؟ احلى مسا عليك. اي حد يا جماعه عاوز اي حاجه انا تحت امر في اي وقت، رقم التليفون 010-2241-7513، او تواصل معانا واتساب، او تواصل معانا في التعليقات. اي سؤال او اي استفسار اكتبه في التعليقات، هتلاقيني بعمل لك علامه الاعجاب والقلب، يبقى انت سؤالك في القلب وهيترد في الحال. طب لو هو سؤال محتاج شرح ومحتاج حلقه، هقول لك انتظر الحلقه على اليوتيوب، تمام كده يا جماعه؟ تحت الجماعه، اشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.